مئة عام على انطلاقتها وما زالت ملهمة للشعب العراقي وشعوب المنطقة بما تركته من مشروع متكامل على مختلف مناحي الحياة، لتظل خزان الوعي للشعوب التي تبحث عن حريتها. ثورة العشرين في ذكراها المئة تناولها باحثون عراقيون وعرب في مؤتمر دولي نظمه مركزان رافدين للدراسات الاستراتيجية والأمة للدراسات والتطوير تحت عنوان التكامل بين العمل الثوري والهوية الوطنية، وذلك في مدينة اسطنبول، تواصلاً مع عدة باحثين عبر تطبيق زوم. يسعى مؤتمرنا هذا إلى دراسة أهداف تلك الثورة، ثورة الإرادة، ثورة الإرادة العراقية التي لا يزال العراقيون يتنفسون نسماتها حتى الآن. ونستعرض في هذا المؤتمر وقائع تلك الثورة وفحص آثارها على الصعد التاريخية والعسكرية والسياسية والفكرية والاجتماعية والإعلامية. ثلاث جلسات في المؤتمر تناولت ثورة العشرين أسبابا وخطا زمنيا ومضات مشرقة ونتائج وانعكاسات على الواقع العراقي الحالي بعد تقديم من الجهات المنظمة للمؤتمر. الإخوة الأفاضل، لقد قدمت إلى المؤتمر بحوث كثيرة بلغت 35 بحثا، وتم قبول 18 بحثا من قبل اللجنة العلمية. ومن هذه الأحداث التاريخية ثورة العشرين الكبرى في تاريخ العراق الحديث، التي سطر فيها العراقيون بكل أطيافهم وألوانهم صفحات مشرقة وبطولات خالدة في مقارعة الاحتلال البريطاني في عشرينيات القرن الماضي. ونحن إذ نستذكر اليوم هذه البطولات واستطرد الباحثون في الحديث عن ظروف العراق التي أدت إلى اندلاع ثورة العشرين والشخصيات التي كان لها دور بارز في إطلاق مسارها المسلح تزامناً مع الحراك السياسي والاجتماعي، ودور الثورة في تمكين اللحمة الوطنية بعد أن وحدت رؤية العراقيين إلى طريق الخلاص المتسامي على الطائفية. هي أن قيام ثورة العشرين لم يكن مجرد اعتقال وتحرير أحد الشيوخ الوطنيين يوم 30 حزيران 1920، وإنما كانت نتاج حراك فكري وسياسي وعسكري قادته بغداد منذ مطلع 1919 ليتوج باتخاذ قرار اللجوء إلى الكفاح المسلح في مؤتمر الثورة، مؤتمر المشخاب يوم 29 حزيران 1920 واندلاعها في يوم التالي 30 حزيران 1920. وكانت إحدى ثمرات هذا التعاون المشترك أقدام الشيخ واري المحمود شيخ قبيلة زوبع على قتل الكولونيل الأجمن في 12 من آب 1920. وهذا الحدث المهم أعطى عزما قويا للثوار في عموم العراق بكيلهم الضربات الموجعة للمحتلين أفقدتهم صوابهم. كما حاز دور المرأة في ثورة العشرين جزءا مهما من الأبحاث التي تتبعت إشراقات هذه الثورة وأضاءت ما ظل كامنا بعيدا عن أعين الباحثين والمؤرخين. أن المرأة كانت دورة فاعل ومساهم، يعني الرجل الذي يقاتل، من يجهز له الطعام، من يجهز له الموان، من يحفزه على القتال بالهزوجة، من يحفزه على المضي بقوة وشجاعة هي المرأة، ثم من أرضعه الحليب النقي الأصيل حتى تنتخي فيه المروءة والشهامة. وأكد البيان الختامي للمؤتمر على ضرورة استمرار الاهتمام العلمي بثورة العشرين وتاريخها وقراءة تداعياتها غير المنظورة وغير الموثقة، فضلاً عن العناية بتاريخها الشفوي وتخليده بحثاً وتدويناً.